الأبي والابن والروح القدوس لنا كل آن وإلى دار دائرين. آمين. آمين إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل السلام من العلا غلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين عز عبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل بطريركنا ثيوفيلوس رئيس إسبولايتي ديسبوتا. جميع الكنيس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنة فيها إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أجد دالا ويأخذ بالأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. السائرين حسنا في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنيين والأسرى والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل نجاة كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا لايسون. الله البركة المجيدة سيدتنا وأتلدت بدريتي مريم. أيتها الفايق قدسها والدة لله خلصينا. بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنه ينبغي لك كنت امتكرام الزود أيها الأب والبر القدس لنا كل آن وإلى الدار آمين. بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا. بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا. أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك.
يا رب ارحم. ذكرنا أمنية القداسة الطاهرة فائق البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله البتولية مريم. أيتها الفائق الزهر والدة الإله خلصينا. وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس. لنا وكل اوان ولا دار الداهرين امين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الاموات لنرات الله. هللويا سوسوني ماسي أثيو ونستاسيك نكرون سالون داسي. هاليلويا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات الله. هاليلويا المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد اقتبلت أن تتجسد لأجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلب أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزال أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدوس. خلصنا ثامن. يا رب ارحم. كيريا ليسو. القداسة الطاهرة فائق البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله البتولية مريم مع جميع بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب والمحب البشر ولك نسر المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل أوان ولا دار الداهرين آمين. إن القوات الملائكية ظهروا على قبرك الموقر والحراس صاروا كالأموات ومريم وقفت عند القبر طالبة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم تجرب منه وصادفت البتولة مانحان الحياة. فيا من قام من بين الأموات يا رب المجد لك. إن القوات الملائكية ظهرت
يا رب المجد لا مسرورة إلى النهاية سماوية حيث سكن جميع المسرورين تستمدين غفران الخطايا للذين يكرمونك برغبة شفعاء الأردن من فيه ولدوا حماته الأولى عاشوا حياة النسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ببهاء ماتوا مستشهدين ومجد الأرض في الأردن وهم أحباء الله فيلادلفيا بهم تزهو والأرثوذكسيون يفخرون أيها الملاك بالجسم
قاعدة الأنبياء وركنهم السابق الثاني لحضور المسيح إلياس المجيد الموقر. لقد أرسلت النعمة من العلا لأليشا ليطرد الأسقام ويطهر البروس، لذلك يفيض الأشفية لمكرمه دائما. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμούατε κνίας, και Αδάμ και Εύα, εκ της φθοράς, ηλευθερώθησαν άπαντες, εν τη Αγία γέννησή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, εν το κράζησι πάντοτε εις τυρά τύχτη την Θεοτόκον και τροφόν τη ζωή ημών. Κύριε Λέησον, κακουτούσουν αδεία ηλάκα ναού, αλλά κανούρ σύνου αλμάς, αγιού καλάμπου, αγιεμναρού κουρκουτούς, αλλά να κουλαβάνιν. Διάβασε πριν. Αμήν. Κουτούς قدوسٌ القوي، قدوسٌ الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحم نا. Oh!
المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. سمان وانظر وتأخذ كرمتي واسلك على يمينك غرسات غام σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Ήλε συνειναδίτατην وتأخذ كرمتي واسرك أراد يمينك غرسات Αγίος ο Θεός, Αγίος Κυρός, Αγίος Θάνος, λέει στους μας. Δύναμις, ευλογημένος ο Αγίος ο Yeah.
المؤمنين. يا رب خلص الحسنية العبادة الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقان الجليل وصهيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن سنوه عديدة. فريدكتوس الكلية الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله متروبوليتا على مطرانية فيلادلفيا المقدسة وتوابعها المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنو عديدا. عجيب هو الله في قدسيه في المجامع بارك الله فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا يا إخوة إنه كان لإبراهيم ابنان أحدهما من الجارية والآخر من الحورة غير إن الذي من الجارية ولد بحسب الجسد أما الذي من الحرة فبالموعد وذلك إنما هو رمز لأن هاتين هما العهدان أحدهما من طور سيناء بيرد العبودية وهو هاجر فإن هاجر بل طور سيناء
جبل في ديار العرب ويناسب أورشليم الحالية، لأن هذه حاصلة في العبودية مع أولادها. أما أورشليم العليا فهي حرة وهي أمنا كلنا، لأنه كتب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، لأن أولاد المهجورة أكثر من أولادي. ذات الرجوع Alleluia, Alleluia, Alleluia. المجد لك يا رب، المجد لك لذلك السلام فيما يسوع اشتاز نبع الله يا مسيحا ويقول ارحمنا يا ابن داود. فلما دخل البيت كان إلينا عميان، فقال لهما يسوع هل تؤمنان اني افضل ان افعل ذلك؟ فقال له نعم يا رب. حينئذ لمس عنهما قائلا كيف انتما فلم يكن لكما، من فتحت اعينهما فانتهما يسوع قائلا انظر لا يعلم احد. فلما مفقودين بذاتك كل حين نرسل لك المز أيها الأب وابن روح القدس الآن كل وان وإلى داخل داخلين. آمين. أيها المماثل
Cool.
ما ما και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών ημών Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακών ων μοναχών και μοναζουσών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ιμπραήμ, Ιερέως, Πρεσβυτέρας τέκνων και οικείων αυτού, Σεραφείμ, Ιερέως, Πρεσβυτέρας οικείων αυτού. Νεκταρίου Ιερομονάχου Υγείας και Σωτηρίας υπέρ αυτού, πάντων των εορταζόντων, την Αγίαν εορτήν και πανηγύριν ταύτην, των δούλων του Θεού, Ηλία, 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 Ηλία και Ηλία και Ηλίου Ιερέως, των εορταζόντων, την Αγίαν και εορτήν και πανηγύριν ταύτην, της δούλης του Θεού Χριστίνας, μετά τη σύζυγου τέκνων και οικείων αυτής και των δούλων του Θεού, των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, Φάουζη, Νόχα, Λίνα, Μαρία, Ράσα, Ρίμ, Λάρα, Ράζα, Ζεν, Ναντίν, Αντών, Ράιβ, Λαμπίπ, Τζουέλ, Φάουζη, Τάρεκ, Κάρλα, Λάιθ, Μάγια, Τζάνα, Δήμα, Φουάτ, Τζακλίν, Ηλία και Νόχα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, υπομέν. Αμπάνα, ο Πατριάρχηνα Θεόφιλος, ο Ατζαμία Ελχουάτινα Μπιλμασίχ, Τζαμία Κουμαν Τζαμία Ελμασιχήν, Αλχάσανι Αλμπάτνη Ορθοδοξήν, Αλμαουτζουτίνα Φιχάδη Χέλκανι Σέλμου Κάντασα,
Μανισάιχιμ, ουλάτιχιμ καλά ομουρατηλίνα, Ιάθκουρου ράμπουλιλά, Θυμαλακούτιχι κουλαχίνιν, Αλάνα κουλαβάνιν, Ουίλα δάχρυντα χειρή. Και ανακαινιστών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, των αηδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Ανθίμου Πολυκάρπου, Αθανασίου, Κυρίλου, Προκοπίου, Ιεροθέου, Νικοδήμου, Γερασίμου, Δαμιανού, Τιμοθέου, Βενεδίκτου και Διοδόρου των αηδήμων Πατριαρχών, των αηδήμων Αρχιερέων, Αριστοβούλου, Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου, των αηδήμων Προκατόχων ημών, Αρχιεπισκόπων Γάζης, Μητροπολιτών Φιλαδελφίας και των δούλων του Θεού Αμπτελμασίχ, Ελένη, Βίκτορ, Σαμίρ, Νάντια, Κωνσταντίν, Ηλιού Ιερέως, Ηλία, Χαλήλ, Παναγιώτου Αποστόλου Νικολάου, Θεοδοσίου Ιερομονάχου, Βασιλείου, Κλαβδίου, Ανατολίου, Σίμωνος, των Αρχιερέων, Σοφρονίου, Μελετίου, Παϊσίου, των Ιερομονάχων και όνε μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση Σαλίμ, Εμίλ, Φουάτ, Μάριαμ, Νταούτ και όνε μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση τεθνεό των αδελφών ημών Ιάθκουρου ράμπουλιλά, Θυμαρακού τυχή κουλαχίνιν Αλλά να κουλαβάνιν, ουίλα δάχρυντα χειρή. Αμήν. Μεσπούφαν μην ελ μαράτιμ, ελ μελαϊκία, بحال غير منظور بحال غير منظور هاليلويا يرسمن تن ثيسن يمون تو كريو Κύριε Λέησον. Ya Rabb Arham. نجي هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وراء خوف الله للرب نطلب. Kyrie Eleison. Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαϊθώμε. Ya Rabb Arham. Kyrie Eleison. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. أجل ειρήνης πιστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Istajib ya Rab. Istajib ya Rab. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. Istajib ya Rab. بسلام وتوبة ربنا سائل
استجب يا رب. أن تكون أواخر حياة مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزن وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوبين السار. استجب يا رب. قداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا أطلت بطرية مريم. أيتها الفائقة القدسوة والدة لله خلصينا. وكل عاد المسيح لنا لك يا رب. برفعة امجك الوكيد الذي أنت مبارك معك ومروكك الكل قدسك والصالح والمكيم الآن كل أوانين وإلى داخل داخلين. آمين. السلام لجميع إياكم ولروحك أيضا حتى نعترف باتفاق مقرين بأب وابن وروح قدس ثالوث المتساو في الجوهر وغير منفصل. الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عادب لاص البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وفي كنيسة واحدة كان مقدسة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لتقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح أمة ربنا يسوع المسيح ومخابة لك يا الأب وسركة روح القدس لتكون مع جميعكم وما روحك أيضا أسكم من تسكرثيا هي لنا عند أن
أسجد لأب وابن وروح قدس ثالوث المتساو في الجوار وغير منفصل. وبتسبيح الضفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباؤت ملأنا تنا السماء والأرض من مجدك أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أوصانا في جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. الذي للعهد الجديد الذي يخرق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين على كل شيء ومن ذكرتي كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا ربنا ونطلب إليك يا إلهنا وخاصة من أجل تأكيد كليتي القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله أضيمة البتولية ماريا بواجب الاستهال حقا نغبط والدة الإله الدائمة الطوبى البريئة من العيوب أم إلهنا
يا من هي أكرم من الشيروبيم وارفع مجدا بغير قياس من السرافيم يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله حقا إنك والدة الإله إياك نعظم رؤتز من إستي دي كيريه του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη σών εν τη μονιχιά μακροήμερα εύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Παναπάνω ρεΐς κανά την αγκονάς δικτός, πάγμα ερκενές και μου χατεσάς σαλάμιν σαχάν, μουάφαν μου καρμαν μετήτα, φάσιλαν κέρματ χακικά, بالسقامه وهن جميعا كافه جميعهم وجميعهن واعطنا ان نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل الاكرام العظيم الجلال ايها الاب والابن والروح القدس لا نرى كل اوان ولا دار الدائرين امين خليصنا يسوع المسيح مع جميع ومع روحك ايضا القديسين ايضا وايضا بسلام الى ربي نطلب من اجل هذه القربه المكرمه التي قدمت وقدست الى ربي نطلب من اجل ان الى المحب البشر الذي تقبل امل السماء والارض المقدس راحتي روحاني زكي يرسلنا ايضا امل الهيه ومظلمه الروح القدس نطلب من اجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشده الى ربي نطلب يا رحمة الله يا الله بنعمتك أن يكون نهار لك كم قد سامي وقطيع ربنا سأل لك سلام المشدين أمينا حظ أنفسنا وأجسادنا من ربنا سأل أفراد خطايانا وصفعة ذنوبنا من ربنا سأل الصالحات الرافقات أنفسنا والسلام عن العالم من ربنا سأل أن نقضي أبرز من حياتنا سلام توبة من ربنا سأل أن تكون أواخر حياة مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزير وجوابا حسنا استجيب يا رب استجيب يا هذا سؤال الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس دعفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب يا سيد الناس رب دالة على نزوك من غير مدينين على سماء ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيك الأب والابن الروح القدوس الآن كل آن وإلى آخر الدهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا روسنا للرب لك يا يا من بقدرته لا تحد خلق كل برايا بقدرة رحمته أبرز كل أشياء من الوجود أنت يا زين أيها السيد اطلع من السماء انظر لنا نحن ولك أوسهم فإنهم لم يحنوا للحم ودم بل لك أيها الأرض الرهيب فأنت إذن أيها السيد ماهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون لنا لخلنا على حجب المهنة سأل البحر
رافق البر والجو، والمشفي المرضى يا طب نفوسنا السادنة. بنام غرافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومحبة البشر لا ناكل وأنت للدائر. آمين. أيها الرب يسوع المسيح، إلهنا أصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلما لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور، وهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب. رأسهم القدس القدس قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح في مجد الآب. آمين. نبي إيليا أصله من هون من شتافينا وجبال عجلون من جلعاد، وراح سكن قطع نهر الأردن وسكن بجبل كرمل بحيفا وعند نهر الأردن وهاي المناطق كلها. مار الياس بالترتيلة بتاعته منقول قاعدة الأنبياء وركنهم، وفي حادثة التجلي كمان مار الياس يظهر مع موسى على جبل التجلي، لأنه موسى يمثل التوراة والنبي إيليا يمثل الأنبياء. طيب ليش؟ ليش مو إيليا هو قاعدة الأنبياء وركنهم والسابق الثاني لمجيء المسيح؟ السابق الأول هو يوحنا المعمدان، والسابق الثاني هو إيليا النبي، لأنه بعد داود النبي أجا سليمان الملك، وحد سليمان كان فيه ثلاث مواهب مجتمعين مع بعض: الملك والنبوءة والحكمة. ربنا كان يعطي ملك إسرائيل أو الشخص اللي يحكم إسرائيل ثلاث مواهب، وهي الملك والحكمة والنبوءة. لكن سليمان آخر حياته راح مع العرافين والبخاتين وإلى ما شابه ذلك، فربنا بعد سليمان فصل الملك عن النبوءة. فأول نبي بعد سليمان ما كانش ملك هو مار الياس النبي إيليا. والنبي إيليا لم يخطئ بحياته خطيئة تذكر، ليس إنسان يحيى إلا ويخطئ، لكن مار الياس ما أخطأ بحياته، مشان هيك ما كان يفهم الخطأ، كان عصبي على الخطأ، كان دمه حامي، ما بحب الظلم، ما بحب الخطية، ما بحب الكفر، كان غيور على الإيمان، كان غيور على وحدانية الله، كان غيور على عبادة الله.
عاش حياته راهب، أي متفرغ للصلاة للصوم للعبادة للتأمل، لأنه جاي وقته. ولما الملك أحاب اتجوز من إيزابيل من جنوب لبنان اللي كانت وثنية، وجابت كانت البعال الوثنيين، وصارت خلت الشعب كله يعبد الأصنام والأوثان والبعال، أجمر الياس بجرأة قال له وين رايح أنت؟ وين رايح؟ تركت عبادة الله ولحقت مرتك ولحقت عبادة الأصنام والأوثان، هيك أنت بتدمر الشعب. مار الياس اللي لا كان غني ولا مصاري ولا سيوف ولا قوة عضلية، لكن كان عنده قوة الله، وين رايح؟ يقف بالحق بوجه الملك الجبار، وقال له لما تتوب انت ومرتك وتطرد كهنة البعال 3.5 سنين مش راح يشتي على الأرض حتى تجف، حتى تشحد نقطة المي. وهيك مار الياس راح سكن في مغارة في غور الأردن، وكان صايم، وبعدها راح على جنوب لبنان وشاف الجوعانين، ولكن شاف امرأة عندها ولد ومية جوزها، قال له طعميني. قالت له شوف يا رجل الله، أنا ما عندي إلا شوية طحين وبهالقارورة شوية زيت، بعجنهم أنا وياك من كلهم، وأنا وياك وابني ومنموت، ما في. قال له ثقي يا امرأة، لا الزيت رح يخلص من عندك ولا الطحين رح يخلص لحد ما ربنا يرسل الشتاء والمطر. هو عنده مات ابنها، قالت له مالي ولك يا رجل الله، انت جيت هنا وابني مات. قال له امني بالرب، ونام عليه بشكل صليب ونفخ عليه 3 مرات، وبقوة الله اقامه، أقام الميت. وراح مار الياس على غور الأردن، وهناك كان الغراب، ربنا يعطيه يبعث له الغراب ويعطيه كل يوم رغيف خبز صغير وشقفة لحمة. يوم قال له بدي، جاب له الغراب رغيفين، قال له بدي أخلي واحد لبكرة، يمكن بكرة بدوش يجيب لي. راح قال له ربنا كل، لأنه قدامك طريق طويلة. وبعدها راح يا إخوان على جبل سينا، على جبل حوريب، محل ما ربنا أعطى الوصايا 10 لموسى. هناك مار الياس صام 40 يوم و40 ليلة، لا أكل ولا مي ولا شرب، كان متأله، كان بنعمة الله يحيى. مار الياس كان بنعمة الله، لأنه اللي بيحيا في حالة التأله وحالة النعمة ما بحاجة لكل الأمور الفيزيائية، لا أكل ولا شرب ولا أي شيء. وبعدها أجا مار الياس عند أحاب، وينك يا نبي؟ وينك يا مار الياس؟ بدنا شتاء، بدنا تطلب من الله. قال له بس تجمع لي كل كهنة البعال بتاعونك. جمع له إياهم هناك، قال لهم اسمعوا، أنا بعمل ذبيحة عجل بقطعه، وإنتوا كمان بتقطعوا عجل وبتحطوه على محرقة، وأنا بحطه على محرقة، وإنتوا صلوا أنا بصلي، واللي النار بتنزل من السماء بتأكل ذبيحته بيكون إله الحقيقي. وبلشوا هم يصلوا على الفاضي، يمكن إلهكم نايم، يمكن مش فضيلكم، صارت مألز عليهم على الفاضي. آخر إشي هو جاب 3
قوارير مي كبيرة ودارهم على الذبيحة تبعته، وبس ركع ورفع إيديه للسماء، وإذ النار نزلت وأكلت ذبيحته وأكلت حتى الحجار الموجودة. سحب سيف عمر الياس، كان قايل يا رب أنا شايف حالي لحالي بهالدنيا، الكل ماشي في الخطية وأنا شايف حالي لحالي. قال له ربنا: لا يا نبي، أنا أبقيت لك 5000 ركبة لم تسجد لبعال. إحنا مرات منعيش على الأرض منفكر لحالنا، لحالنا مسيحية منفكر لحالنا يا عمي كل الدنيا خطية، كل الناس بتبعد عن الله. لا، في آلاف المؤلفة وأحسن منا كمان وبيعبدوا الله وماشيين طريق ربنا. وإذ ظهروا هدول الرجال وقطع رؤوس كل كهنة البعال، لأنه وجودهم رح يخلي الشعب تعبد الأصنام تمشي وراق الزنا. لكن ربنا ظهر لمر الياس بالعواصف، لم يكن الله بالرياح، لم يكن الله. وإذ جاء النسيم العليل، لأنه كان هناك الله، بده يفرجي مر الياس إنه المسيحية والدين لا تقوم على الذبح والسيف، وإنما تقوم على الإيمان بسلام بسلام. ومر الياس بعدها طلب من ربنا وشتت الدنيا وأجل نهر الأردن، وكان تلميذه إليشع قال له تلميذه: وين بدك تروح؟ قال له: بدي أقطع النهر. وبعبايته مر الياس ضرب نهر الأردن، وقف النهر وصار يابسة بالنص، ومرأة تلميذه إليشع إلى الضفة الشرقية. ومن هون مر الياس ارتفع إلى السماء، قال له: يا نبي الله إليشع، أعطيني عبايتك، هي قوتك، قوة الله اللي معك. قال له: إذا بتستحق تشوفني وأنا مرتفع إلى السماء تستحق إنك تأخذ عبايتي. وفعلا قال له: رأيتك يا نبي الله، وزدت له عبايته. وإليشع راح لا المرأة الكنعانية هناك وشفى من البرص. هذا مار الياس الحبيب، هذا مار الياس العجيب، هذا مار الياس القوي. وإحنا اليوم مر الياس نقطة مهمة جدا، ما دخل الملكوت السماوي إلا بعد مقام المسيح من بين الأموات، لأنه باكورة الراقدين الذي فتح الملكوت السماوي هو مين؟ الرب يسوع المسيح. في إيش؟ في قيامته. والنبي إيليا والنبي موسى كانوا بين إيدين الله، ما بتعذبوا، لكن ما كانوا في السماء، كانوا ينتظروا مجيء المسيح مع باقي الأنبياء في الجحيم، لأن المسيح نازل إلى أقصى دركة الأرض إلى الجحيم وفتح الملكوت السماوي، والآن الجميع هم مع مريم العذراء في الملكوت. نبي إيليا يحب الحق. مين عاش زي النبي إيليا؟ يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ما تزوج، جابه الملك وجابه أيضا مرته وجاب سالومة، والملك قطع له راسه، وهيك أيضا توفى يوحنا المعمدان. إخوان، نحب بعضنا البعض. مر الياس رمز الوحدة، هو اللي وحد الشعب اليهودي كله في العهد القديم في عبادة الله الحقيقي. ابتعدوا عن الهراطقة، ابتعدوا عن الإيمان الباطل،
ابتعدوا عن الأمور الشريرة، ابتعدوا عن كل ما يبعدنا عن الله. مار الياس كان بحب الله، وما في إشي بالدنيا كان يفصله عن الله. عشان هيك بقول بولس الرسول صلوا بلا انقطاع، صلوا بلا انقطاع. مار الياس حياته كلها كانت مع الله. إذا بدنا نعيش مار الياس، نأخذ شفاعته، نأخذ قوته زي إليشع، علينا أنه نعيش معه ونعيش مع الله. وكل عام وأنتم بألف خير. سيدنا بدي أحكي كلمة صغيرة بس. فإيثلا να ευχαριστήσω πρώτα τον πατέρα Ιμπραήμ για τους λόγους που είπε για τον προφήτη Ηλία, ο οποίος προφήτης Ηλίας είναι Άγιος δικός μας. أولاً بدي أشكر أبونا إبراهيم عشان الكلام اللي حكاه عن مار الياس، لأنه مار الياس هو قديسنا، إحنا قديس وطني من هذا البلد. Από εδώ έφυγε και πήγε σε όλο τον κόσμο. ومن هون طلع مار الياس ويعيد له في كل أنحاء العالم. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φάουζε Σνούντι, πάλι και Πολάκης, δια την αγάπη που είχε να κτίσει αυτόν τον ναό και να μνημονεύεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Ουα, بدي أشكر أيضاً وأشكر كمان كتير مرات وكل حياتي بضل أشكر سيد فوزي شنودي على بنائه لهذه الكنيسة واللي مجد فيها الله المثلث الأقانيم. Και άδεν τον ευγνωμονώ εγώ, τον ευγνωμονεί η Εκκλησία, η οποία σε όλες τις ακολουθίες λέγει τον κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου, σε κάθε ακολουθία. ومش بس أنا بشكره ولكن بتقدره الكنيسة، لأنه بالقداس الإله وبكل الصلوات في طلب خاصة من أجل باني هذه الكنيسة المقدسة. Τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε και του ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει υγεία, να εργάζεται για την Εκκλησία και να εργάζεται για το καλό όλων μας. وإحنا بنشكره وبنشكر وبنشكر كل أعماله اللي بيقوم فيها من أجل الكنيسة اللي إحنا دائما معترفين بهذا الجميل بتاعه. Η Εκκλησία είναι ένα λιμάνι. الكنيسة هي ميناء. Είναι ένα λιμάνι που δέχεται όλους, τους αναπαύει όλους και τους δίνει αγάπη σε όλους. والكنيسة هي ميناء واللي بتقبل الكل وبتحضن الكل وبتعطي الكل محبة وبتعطي الكل سلام وأمان. Και αυτό το βλέπουμε όταν ο καθένας μας έχουμε ανάγκη που πηγαίνουμε στην Εκκλησία, στην Παναγία μας, στους Αγίους για να προσευχηθούμε. مشان هيك هذا بنشوفه لما بيكون عنا إحنا احتياج أو عنا حاجة، منروح على الكنيسة وهناك منصلي، هناك منطلب، وهناك منطلب من قديسينا ومنطلب من شفعائهم. الكنيسة هي الصلب والقيامة. هي المحبة والسلام. يفتو بادوته متفاري سي أولس تيس أكولوثيس. Ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς λέει ειρήνη πάση. Δηλαδή, ومشانك الكاهن أو رئيس الكهنة في كل الصلوات يقول السلام لجميعكم. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ηλία Νένο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στα κατηχητικά σχολεία. Αφιέρωσε τη ζωή του ώστε να δημιουργήσει εκκλησία, να δημιουργήσει τάιφε, διότι τα παιδιά μας μαθαίνουν από τα κατεχητικά σχολεία. Αφού λοιπόν εορτάζει σήμερα, του ευχόμεθα και αυτού χρόνια πολλά, υγιεινά και να προσφέρει πάντοτε όπου να είναι τον εαυτό του για την εκκλησία. Ο Καμέν Μπιντι Άσκορ, السيد الياس نينو اللي هو كرس حياته ونفسه لمدارس الأحد وللتعليم الديني، واللي هو أيضا عم بيبني كنيسة أشخاص، كنيسة في عائلات بين أولادنا، لأنه حيث يترعرع الأولاد مسيحيا كمان هناك تكون
الكنيسة. Ευχόμεθα σε όλους όσους φέρουν το όνομα του προφήτου Ηλίου χρόνια πολλά. وأنا بتمنى أعوام عديدة لكل شخص يحمل اسم النبي إيليا أو مار إلياس. Ευχαριστούμε τον ιερέα της Εκκλησίας. بنشكر كاهن هذه الرعية الأب الجليل. ليزنة. ولجنة الكنيسة. مرتلين. والمرتلين. سبيبة. سيدات. كي όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σήμερα στην Εκκλησία. وكلكم أنتم اللي جيتوا في هذه الكنيسة. Η Εκκλησία όμως δεν ξεχνά. والكنيسة دائما عمرها ما بتنسى. Ιμπραήμ, πρεσβυτέρο, το τίμιον και παράγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Στήριος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Αγνή Πάρθα, ατέριφου λιαράμπι, θα είναι σαλίχον, Alleluia. Fa'inna ila al-abad, ila al-abadi rahmatahu. Alleluia. Sabbihu من السماوات هللويا امين 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 الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب وبارك ميراثا قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الايمان الحق فلنسجد للثالوث الغير المنقسم لانه خلصنا آمين. نشكر الرب دائما. يا رب ارحم. لك يا رب لأنك تكتشنا ولك نرسل المجد أيها الأب والابن الروح القدوس الآن كل أوان وإلى داخل داخلين آمين والثمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد آمين ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار من الآن وإلى الدار ليكون اسم الرب مباركا آن يا ليسون كريو كلا شرت في ماس
τη αυτούθια χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد. يا من قام بين متخلص أنت بشفاعة أمك القدس الطاهرة وآباء الأبرار المتوشحين بالله وبقوة الصليب الكرموحي وبنعمة القبر المقدس قابل الحياة وبصلاتنا بك المسار المجيد يوحنا محمدان والقديس الرسول جمع القديس يعقوب اخو الرب اول اورشليم والقديسان ملكان عظيمين المتوجهين من الله والمعز قسطنطين وهيلاني والقديسان الزكاه الجزيره محي وكيم وحنش وتذكار سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد هذا الشهر مليان قديسين يوم السبت عيدت الكنيسة لعيد قديسة كريستين كريستينا الشهيدة و بيقول لك كلهم تسلمين من كريستينا كيف بيكون موجودة في العبد بخير لسيدة كريستين وأيضا عيد بتعيد الكنيسة اليوم كمان لعيد رقاد والدة الإله القديسة حنة وأيضا بكرة بتعيد القديسة براسكيفي اللي هي شفيعة العيون واللي هي بتشفي العيون دايما ويوم الثلاثة عيد القديس بندلايمون الطبيب الشافي ومشان هيك إن شاء الله بتنعاد عليكم هالمناسبات بالخير وبالصحة وبالبركة وكل عام وانتم بخير اليوم كمان يوم سيا سابا من قديس نكتاريوس בסוי גרוב מסן קדיס פרסקבה ויום תינן בד דוחור סי הסבא בסוי גרוב מסן קדיס פנדלאימון תרבל קדיס פרסקבה בכניסת القديس נכתריוס קדיס פרסקבה בכל מסן היון נס בשום כל יום זומה יזפי מושקילה מסן היון וקדיס פרסקבה בסוי עזיבי פשטולמי תעמל עזיבה עזיבה תרבל קדיסי פרסקבה, מין ביקון מושקי למסן עיון, לזם ביסל דיימן מן קדיס פרסקבה. בסלוות הבאין על קדיסי. סלוות אין על קדיסי, יא רב יוסף, רחמנא וחלסנא. אמין. כולם סלמין.